السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا متابعيني الأعزاء في قناة ناني لايف. إزيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وخير إن شاء الله. النهاردة الأوديو ده ردا على تعليقاتكم وأسئلتكم كلها إن شاء الله اللي أنا ما ردتش عليها. طبعا أنتوا عارفين إن أنا أوريدي برد لكم على كل تعليقاتكم أو معظمها بنسبة 95% برد على تعليقاتكم، ولكن اللي مش برد عليه فده بيبقى حاجة مهمة جدا، لأن هيبقى توضيح للكل وممكن كلنا نستفيد بيه. طبعا انتوا فاهمين هنا ان احنا كلنا بناخد وندي، اللي عنده معلومة بيضيفها للآخر بحيث ان احنا كلنا بنساعد بعضينا جوه القناة. بس يا ريت قبل ما ابتدي بقى ما تنسوش اللي مشتركش يشترك في القناة ويفعل الجرس للكل عشان يوصله كل اوديوهاتنا، وما تنسوش اللايك الجميل اذا عجبكم الاوديو ان شاء الله. نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هقول اسماء اللي حطوا التعليقات، ولكن هقرا تعليق تعليق. اول تعليق: كلامك روعه وموزون، بس ليه بعد التعظيم لعلاقه توأم الشغله والتاكيد على حب الهارب وقوه العلاقه وان دي مراحل لازم نمر بيها، دلوقتي بتعرضيها وكانها علاقه سامه وكان الهارب مش بيكن اي احساس للمطارد، وكلام حضرتك متناقض مع الكلام عن طاقة الهارب وطاقة الخريف وبشرات الرجوع كده تشتتنا. على فكرة أنا الحمد لله متشافية تماما وعرفت الحب مع الله حب مع الله فقط، لكن بحب أسمع وأحلل خصوصا لأنك واضحة وياريت تردي وسوري على الإطالة. أهلا بيكي متابعتنا معنا في القناة. انا حبيت ان انا ارد على اول تعليق لان التعليق ده جميل جدا بصراحه، في حاجات كتيره جدا اكيد هتبقوا انتوا حاسينها. طيب بالنسبه لموضوع ان التعظيم ليه بعد تعظيم العلاقه لتوأم الشغله والتاكيد على حب الهارب وقوه العلاقه، على فكره دي احنا ما اتكلمناش فيها تاني خالص، يعني هي دي حاجه امر مفروغ منه زي ما بيقولوا، ما ينفعش ان احنا نتكلم فيه. يعني اوريدي ان العلاقه علاقه الهيه، علاقه جميله، علاقه بنتعلم منها دروس، علاقه بنخرج منها بمرحله حلوه جدا في حياتنا، بوعينا بنبقى مدركين وعينا كويس جدا وعينا عالي، بنبقى عارفين احنا عايزين نعمل ايه، بنبقى حطينا ايدينا على حاجات كتير جدا ايجابيه في حياتنا احنا ما كناش شايفينها، يعني بتوضح شخصيتك بمعنى اصح اللي انت ما كنتيش عارفاها. فطبعا العلاقه علاقه توأم الشغل علاقه عظيمه طبعا، ولا غبار عليها في ان احنا نتكلم فيها او ان احنا نفقدها حلاوتها او مذاقها زي ما بيقولوا، لا طبعا. وانا طبعا مقسمه زي ما بقول لكم عده اسئله، وان دي مراحل لازم نمر بيها، لازم نمر بيها، بس مين اللي هيمروا بيها؟ علاقة توأم الشغل زي ما قلنا قبل كده ان العلاقة دي تخص الزهريين، تخص الروحانيين الزهريين، تمام؟ خلينا متفقين عند دي، ودي انا مش هتنازل عن هذا الرأي، ده رأيي الشخصي وده الصحيح على فكرة، وعشان ما تغلبوش نفسكم. يعني اللي مش زهري ما يسألش عن علاقة توأم الشغل، تمام؟ طيب عايزين تعرفوا الزهري، قلت لكم خشوا قناة الحكمة محمد درويش واسمعوه درجات الزهري انواعه الحياة كلها بتاعته، هتعرفوا كل حاجة، تمام؟ طيب بالنسبة لدلوقتي بتعرضيها وكأنها علاقة سامة وكأن الهارب مش بيكن اي احساس للمطارد، لا طبعا الهارب بيكن احساس للمطارد وكل حب يعني اقولك ايه، بكل حب وغرام للمطارد، والمطارد كمان بيحبه. بس هنا في حاجة مهمة جدا اللي لازم تفهموه، حب المطارد بعد ما بيتشافى وبعد ما بيفك التعلق، حب المطارد بيختلف تماما، بيبقى حب في الله، بيبقى بيحبه ان ده شخص اضاف له حاجة في حياته، اضاف له حاجة ايجابية، عرفه نفسه ان التجربة المرة اللي هو مر بيها معاه دي علمته دروس، علمته هو ايه وهو عايز ايه من الحياة. مش هتتعلمي ولا تدوقي حلاوة الشيء غير لما تدوقي مره، تمام؟ فطبيعي ان احنا نقول ان الهارب بيحب المطارد والمطارد بيحب الهارب، ما كانش فيه اي تناقض في كلامي على فكرة. انتي تقصدي موضوع طاقة الهارب والبشارات والبشاير اللي انا كنت بقولها،
كنت بقولها للناس اللي تشافوا، الناس اللي عارفين يعني ايه هم زهريين، الناس اللي فكوا تعلقهم، الناس اللي وصلوا حتى في اخر الاوديو قلت للمطارد او المطاردة اللي تم تشافيهم لو انت عايزة ترجعي ارجعي، اصبح الموضوع في ايدك، لان معظم المطاردات والمطاردين ما بيرجعوش بعد كده للتوأم، ما بيرجعوش للهارب، لان هم خلاص شالوا من دماغهم وعرفوا الحب الغير مشروط، عرفوا الحب اللا مشروط، ان هو ما بقاش دلوقتي بيحبوه في الله، ما بقاش عندهم لا عايزين يتجوزوه ولا بيدوروا على انهم يتجوزوا وينجبوا منه ولا اي شيء خالص. بيبقى الموضوع خلاص خد شكل تاني، بيشوفوا بقى ممكن يعملوا مشروع مع بعض، بيشوفوا ممكن يكونوا بيساعدوا الناس، بيساعدوا الآخرين، ده اللي بيحصل. طيب امتى يتم الزواج؟ وده على حسب العقد الكارمي اللي ما بينهم والعقود الكارمية بتاعتهم. طيب امتى يتم الزواج؟ يتم الزواج في حالة ان الهارب يتشافى. طب الهارب هيتشافى امتى؟ بعد ما المطارد بيخش الصحوة الروحية، وبعد ما المطارد بيفك التعلق والتشافي كاملا من شدة الألم، زي ما انت يا مطارد، يعني زي ما انت يا مطارد حسيت بالألم والمرار الشديد جدا، تمام، في بعد الهارب عنك، فأصبحت خلاص بتسلم أمرك إلى الله وبتتشافى. هو نفس الوضع، بدلوا الكراسي زي ما بيقولوا وحطوا نفسكم مكانه، هتلاقوا ان هو هياخد نفس الطريق لما يلاقي ان المطارد خلاص ما بقاش بيفكر فيه، المطارد بعد، المطارد شاف حياته، المطارد فك التعلق وتشافى، ما بقاش بيطارده، ما بقاش بيراقبه، كل ده بيوصل الهارب للتشافي. طيب في منهم بيتشافوا؟ في منهم بيتشافوا، ربنا بيدله. خلوا بالكم ان انا قلت قبل كده ان الهارب والمطارد الاتنين روحانيين بدرجات متفاوته، والاتنين اذكياء جدا على فكره، اوعى تعتقدوا ان الهارب ده مش ذكي، لا ذكي جدا. فاللي انا عايزه اقوله ان ربنا بيدله على اشارات، وبيدله بطريقه معينه ازاي هو يخش ويوصل للصحوه الروحيه ويوصل للتشافي، وده كله العلاقه من اولها لاخرها، من اولها لاخرها هي علاقه الهيه كلها ماشيه بتوقيت الهي. ما تصدقيش اي حد يقولك ده هيحصل كذا، كلنا بنقرا تاروت، كلنا بنشوف الكلام ده كله، او معظمنا طبعا، مش هعمم لان انا ضد التعميم في اي شيء، فيعني ده كلها اجتهادات مننا، ولكن العلم عند الله في الاول وفي الاخر، والعلاقه دي علاقه الهيه، فلازم تبقوا عارفين كويس جدا ان ده بتاع ربنا. بالنسبه لكده اتشتتنا على فكره، وان في تناقض، انا مش متناقضه حبيبتي، التناقض ده من خلالكم انتوا، التناقض ده لان انت لما بتسمعي الاوديو بتعتقد ان الاوديو ليكي انت فقط او للشريحه بتاعتك فقط، لا، القناة هنا أنا بخاطب كله، بخاطب اللي في المرحلة الأولى، بخاطب اللي في المرحلة الثانية في العلاقة، اللي في المرحلة الأخيرة، كل ده أنا بخاطبه، مش عاملة القناة لشريحة واحدة. في كل مرة بقول لكم فكوا التعلق وتشافوا، ولكن مش الأساس، إن أنا ما ينفعش إن أنا النهاردة لما واحدة تقول لي طاقة الهارب إيه فأطلع أقول لها طاقة الهارب كذا، لا ده ما بيحبكيش، لا ده بيكرهك، لا ده كذا، وانا بقى شايفاها ان طاقه الهارب في رجوع، يبقى لازم اكون فير، يبقى اذا ممكن تكونوا انتوا اللي مش مستوعبين موضوع، يعني ازاي احنا على السوشيال ميديا بنحاول جاهدين ان احنا نكون يعني بنجمع ونقول لكم المعلومات اللي بنقدر نعرفها او اللي بنقراها او اللي بنتطلع اليها او اللي بنفتحها وبنشوفها في التارو، فكلنا بنجتهد. فانتي تاخدي من الاوديو اللي يخصك وسيبي الباقي للي ما يخصكيش، تمام؟ دي حاجة. فالتناقض مش من عندنا اكيد، هو في لبس في الموضوع ده، فممكن انتي تعرفي الكلام ده. طيب بالنسبة ان انتي عرفتي الحب وتشفيتي، ربنا يثبتك، حاولي توازني طاقتك، تمام، وربنا يثبتك يا رب ويقدرك على كل خير ان شاء الله. بس نصيحة ليكو، اللي مش زهري ما يقولش ان هو توأم شعلة، دي نصيحة مني ليكم عشان ما تتعبوش نفسكم، عشان تعرفوا انتوا ماشيين في العلاقة شكلها ايه، تمام. طيب بالنسبة لموضوع
كانت اتسألت برضو سؤال تاني بخصوص الزهريين. انتي بتقولي حضرتك ان الموضوع بتاع الزهريين ان الزهري ما بيتسحرش وان الزهري كذا، لا قلت لكم في من الزهريين ما فيش حد شياطين والكلام ده كله، والسحرة والدجل بيبقوا مسلطين عليهم من وهم في بطن والدتهم قبل الولادة يعني، ما فيش مشكلة، ولكن لما بيكبروا من سن 7 سنين 10 سنين بيبتدوا يشوفوا حاجات علامات إشارات، طبعا ده طفل مش هيبقى مستوعبها، فبيقول للأهل، أهله اللي حوالين منه بيبتدوا يستوعبوا إن هو في شيء من الروحانية. طبعا كلنا مكناش نعرف موضوع الزهري ده إلا جديد، لكن هي كانت بتقال عليها في الزمن القديم إن هي روحانيات، الشخص ده في شيء لله، أو الشخص ده بيعرف الحدث قبل حدوثه، ده حاجة بتاعت ربنا يعني، ده في حاجة كده حلوة، فاهمين؟ فيعني الموضوع، فلما بيجي الطفل ده بيحكي لأهله، أهله بيعرفوا إن هو حد روحاني وحد روحاني قوي، بيبتدوا يا إما الأهل بيبتدوا يساعدوه وبيحطوه على الخطاوي الصحيحة، يا إما هو بعد كده لما بيكبر بيبتدي ياخد تحصيناته ويبتدي يفك نفسه أول بأول. ده درجة من الزهريين. في درجة تانية ودرجات تانية كتير، ودي ترجعي لقناة الحكمة زي ما قلتلكو، علشان أنا مش خبيرة في الموضوع ده، ولكن الموضوع ده على قدر معرفتي بموضوع الزهريين، فهو الموضوع اللي خاص بي أنا بحياتي أنا بشخصيتي أنا كزهرية، ولكن يعني مش حابة أعرضه على السوشيال ميديا، تمام؟ فدي حاجات اللي اعرفه كويس جدا، ان في زهريين اقوياء جدا، اللي عنده طاقة شفاء مش هيقدر، يعني هديكي مثال، مثلا اهو اللي عنده طاقة شفاء النهاردة من الزهريين عشان يديكي طاقة الشفاء دي ويبتدي يعالج اللي قدام منه بيها، النهاردة مش هيقدر يعالجه لو هو عنده طاقة سحر، تمام؟ او عنده اللي هو الطاقات السلبية، اوكي؟ لذلك انا قلت قبل كده في اوديو اللي فات ان بالنسبة للصواعق الكرمية، وان الزهري لما بيغلط مباشرة بياخد حسابه من عند ربنا، يعني ربنا على طول بيقوم مديله جزاءه فورا، ليه؟ عشان يخلصه اول باول من الطاقات السلبية، تمام؟ طيب الزهري هنا اللي عنده مقدرة على طاقة الشفاء انه يشفي الاخرين، الف ب بيكون ربنا بيديله اشارات ان هو يعرف يعالج نفسه ازاي ويخلص نفسه من الطاقات السلبية، يعني فاقد الشيء لا يعطيه، تمام؟ دي نقطة. بعد كده بقى بالنسبة لموضوع السحر والشياطين والكلام ده، في برامج، في يعني برنامج اللي هو زي ما تقولي قراءات معينة وأوراد معينة ممكن تاخديها وتقريها، عندي القناة اللي انتي ترتاحي له، يعني انا برضو ما بحبش الاوراد لان مش موضوع كده، ممكن يكون الشخص اللي بيقراها عليه عارض مثلا او عليه مشكلة فما يقدرش يقاوم ويتعب من الاوراد، عشان كده بقول اسمعوا كويس جدا قناة الحكمة، برضو هو اخي، اخ لينا وزهري، وعنده معرفة كبيرة جدا وربنا مديله من علمه ومن نوره حاجات كتيرة جدا، تمام؟ بالنسبة للسؤال الآخر اللي هو انتوا ازاي وانتوا بتنافقوا، كانت احد المتابعات، هقول لكم السؤال بالظبط، بتقول ازاي بتقولي ممكن بعد ما تتجوزي توأم الشعلة تكرهوا بعض وربنا مقلب القلوب، وازاي بتقولوا الحبل الوريدي اللي بينكم ما يتفرقش الى الابد، بكده في تنافق في كلامكم، يا ريت بعد اذنكم، اهلا بيكم طبعا وبكل انتقاداتكم انا ما عنديش مشكله، ولكن ما تجمعوش، يعني انتوا بتسمعوا من قنوات اخرى، ما تجيش عندي انا وعايزه تحاسبيني على القنوات التانية، تمام؟ حاسبيني على اللي انا بقوله وانا عينيا ليكي ارد لك عليه، ما فيش مشكله عندي، ولكن تحاسبيني على قنوات اخرى انت متابعاها وخشي حاسبيهم هما، ما تحاسبنيش انا بقى، يعني ما تجيوش تقوموا جامعين كل حاجة وحاطينها في التعليق عندي بمثابة ان كل القنوات عشان انا الوحيدة مثلا اللي برد، او انا من ضمن مش الوحيدة، يعني معظمهم ما بيردوش، في نسبة قليلة جدا اللي بيردوا على التعليقات، تمام؟ فبعد اذنكم يعني اذا امرت ان تطاع فامر بما يستطاع. موضوع بقى الكومنت ده، بالنسبة لما تتجوزي توأم الشعلة تكرهوا بعض وربنا مقلب القلوب، طبعا ربنا مقلب القلوب، لا بصي يعني حتة ان انت تيجي تقولي لي لا اصل فلان قال لك انت كده هتتجوزي توأم الشعلة يبقى هتتجوزيه، لا حضرتك ده في ايد ربنا،
مش في ايدك ولا في ايد اي مخلوق خلق ربنا، ولا في ايدي ولا في ايد اي حد. انا ممكن اقول لك النهارده اه انت ممكن تتجوزيه، بس دي بتاعت ربنا برضو. يعني ممكن تيجي تقولي لي افتحي التارو كذا كذا، التارو بيقرا طاقتك، تمام؟ اوكي فتحت لك، اتقال لي ان انت هتجوزيه، تيجي تحاسبيني يعني مثلا بعد كده ان التارو بيقول لك ان انت هتتجوزيه؟ لا طبعا، ربنا في ايده كل شيء، ربنا هو اللي قادر بيقول للشيء كن فيكون. يا جماعه انتوا وصلتوا لمرحله ازاي بتقولوا تكرهوا بعض؟ هو ربنا مش مقلب القلوب؟ ربنا مقلب القلوب في لحظه، ممكن انت اللي تكرهيه، ممكن هو اللي يكرهك، ممكن في لحظه بتحصل، تمام؟ فيا ريت بس ما حته تخلوا بالكم من الكلام شوية، لأن لازم تواجد ربنا في الموضوع، لأن هو الأساس. بنقول العلاقة علاقة إلهية. طيب أنت تتجوزيه أو مش تتجوزيه، هي العلاقة أساسا مبنية على الحب اللا مشروط. طيب هتتجوزيه ولا لأ، دي برضو بتاعت ربنا، لأن في كتير اتجوزوا واتطلقوا، تمام؟ مش معناها على فكرة كمان إن هم اتطلقوا إن هم بقوا أعداء، لأ خالص. ليه؟ لان بعد كده في منهم تشافى، واللي تشافى خلاص بقى عادي زي ما بقول لكم اصحاب. الموضوع مش كده. طب العقد الكرمي بتاعك معاه في جواز ولا مفيش جواز؟ فاكيد دي حاجه برضو بتاعت ربنا مش بتاعت حد تاني، فاهماني؟ فيا ريت بس ايه، زي ما بتيجوا تقروا تاروت، التاروت الطاقه العامه، الطاقه العامه ممكن تيجي ليكي، ما تجيش لغيرك، ما تجيش خالص على حد تاني، يجي جزء منه لشخص تالت، فما بتبقاش كلها زي بعضها، لان اوريدي القراءه مش خاصه، تمام؟ فيا ريت تاخدوا من الاوديوهات او الفيديوهات اللي يخصكوا، واللي ما يخصكوش سيبوه للاخرين. في برضو احد المتابعات كاتبه بتقول ازاي الهارب هيرجع او عايز يرجع، وانا كل ما بيشوفني بيهرب مني، مع العلم انا ما كنتش ما فيش ايكو محاوله مني. انا بترجم لكم بس عشان هي كاتبه تقريبا بالمغربي، اهلا بكم باهل المغرب كلكم. فاللي هو بما معناه للتعليق يعني بتقول ان مفيش محاولة كانت منها حتى ان هي تحكي معاه، وبعد غياب طويل لما قابلها انصدم تقريبا او انصدمت وانها شافته، وبعد كده هرب منها. طيب هو هرب لان هو انت ما تمش التشافي، وطبيعي ان هو يهرب وهيفضل يهرب، تمام؟ وحتى بعد التشافي انتوا لما هتقابلوا بعض يا جماعة هو لسه ما تشافاش، فطبيعي ان هو يهرب، ماشي؟ وبعدين حضرتك بتدوري انك تقابليه ليه؟ يريد الرجوع، انا قلت في الاوديو يريد الرجوع، اللي عايز يرجع من الهاربين للمطاردين اللي تشافوا فكوا التعلق. خلاص؟ اللي تشافوا وفكوا التعلق، اللي زي كده اللي قالت في البداية التعليق الاولاني انا عرفت الحب مع الله وخلاص، ولكن بحب اسمع واحلل. فاحنا بنحب كلنا نسمع ونحلل، ولكن اللي عايزه اقوله لكم ان يعني خدوا بالكم من الكلام اللي انا بقوله، يعني ركزوا فيه. انا عارفه ان الزهري دايما بيبقى ده شخص اللي حوالين منه مش قادرين على فهمه كويس قوي، ما بي او هو يعني هقول التقصير مني انا ان انا ما اقدرش اوصل لكم المعلومه كامله، بس هي بتبقى كده، لان طبعا الناس الزهريين اللي معانا في القناه هنا هيبقوا فاهمين كويس جدا الموضوع بيبقى فيه دوشه ازاي في الدماغ يعني. فاللي انا عايزه اقوله لكم ان حضرتك مش هيرجع، هو مش انا ما بقولش راجع ليكي، انا بقول راجع للي فكوا التعلق وتشافوا، اوكي؟ دي حاجه. في احد المتابعين طبعا كان كاتب تعليق، اهم حاجه في العلاقه هي فك التعلق بالماده سواء بشر او عمل او اي شيء، والرجوع الى الخالق، هذا هو اهم محور في العلاقه. فعلا جزاك الله كل خير، يا ريت الوعي ده يكون عند الناس كلها. فعلا هي العلاقه دي ملهاش دعوه بالحياه الماديه خالص، ولا بالزواج ولا بكذا ولا والانجاب والجواز خالص. عشان كده بنقول فكوا التعلق وشوفوا حياتكم. طب منين النهارده لو هي كلها هيتجوزوا، منين كان في ان انتوا هتقابلوا توأم روح بعد توأم الشعلة؟ فهموني، انا عايزه اجابه بقى منكم انتوا النهارده. انا هحطكم انتوا اللي تجاوبوني، تمام؟ دي حاجه. تاني حاجه، علاقات كتير اتجوزوا توأم شعلة، في علاقات كتير على قد الندره بتاعتها، خلوا بالكم علاقات توأم الشعلة نادره جدا، وده ندره الزهريين برضو، ان مش كتير مننا زهريين، تمام؟ فهي نادره علشان كده، عشان هي خاصه بالزهريين. طيب هتقولي لي الغرب وكده، الغرب عندهم زهريين برضو، الزهري مالوش علاقة
بموضوع انت مسلم او انت مسيحي او انت يهودي او انت ملحد خالص، تمام؟ برضو ده توضيح حابة ان انا اوضحه لكم. تاني حاجة، انا القناة هنا ممكن تبقى بنات كتيرة جدا او شباب عموما، ومعتقدين ان هم يكونوا في علاقة توأم شعلة وهم في علاقة سامة بالفعل، تمام؟ او في علاقات زي ما قلنا، انا سمعت قبل كده ان في علاقات موازية لعلاقات توأم الشعلة، اوكي؟ كنت قرأت قبل كده لحد كان كاتب الكلام ده، ان في علاقات موازية لتوأم الشعلة. طيب ولو العلاقة سامة، طب ليه نستمر فيها؟ عشان كده بنقول فك التعلق والتشافي، تمام؟ ده برضو توضيح علشان الناس اللي بتقول انتوا ناس متناقضين، والاخرى اللي بتقول في نفاق في الكلام. لا، احنا مش منافقين ولا متناقضين، احنا المشكلة عندكم انتوا، ان كل واحدة بتعتقد ان الفيديو ده او الاوديو ده مخصص ليها هي شخصيا. لا، احنا بنتكلم عموما وعامة لكل الناس، فبنوضح الموضوع ده لكل اللي فيه علاقة علشان يعرف العلاقة دي نوعها ايه او شكلها ايه، او حتى هو في علاقة توأم شعلة فعلا ولا في علاقة سامة. وسواء الاتنين يبقى لازم يتشافى ويفك التعلق ويهرب فورا، تمام؟ ليه؟ عشان يشوف حياته، عشان تبدأ حياتها، عشان يعيشوا حياتهم، عشان الوقت بيمر بسرعة وفي الاخر مش هتقدري توصلي للي انتي المفروض كنتي توصلي له. الهدف هنا ان انتي في شيء هتوصلي له، تمام؟ كلامي طبعا على علاقة توأم الشعلة. طيب لو بنتكلم على العلاقة التانية السامة، العلاقات السامة، طبيعي ان انتي ما تضيعيش وقتك في علاقة سامة، في علاقة ما فيهاش اخر، يعني شخص غير مهتم بيكي، شخص بيهملك، شخص بيبعد عنك، وبعدين انتوا حاطين في دماغكم ان لا ما اقدرش ابعد عنه. لا، تقدري كل حاجة، تقدري عليها بأمر ربنا. لو دعيتي ربنا وفعلا انتي من جواكي عايزة تتغلبي على الموضوع ده وتقدري عليها، تقدري، تمام؟ في سؤال اخر بتقول انا دلوقتي عاملة له بلوك، تمام، من كل حاجة، وهو هيرجع ازاي او بيراقب ازاي الهارب، بيراقب ازاي وانا عامله له بلوك من كل حاجه؟ برضو حضرتك خدتي الكلام عليكي، ما انا شفتوا بقى المشكله فين. فين المشكله؟ مش عندي، عندكم. طب انتي قافله له وعامله له بلوك في كل حاجه، يبقى الاوديو مش بتاعك خالص، الاوديو مش ليكي، تمام؟ المهم في النهايه بشكركم متابعين الاعزاء، ويا رب اكون رديت على معظم اسئلتكم. اتمنى منكم ان انتوا لما يعني تسمعوا كويس قوي، تفهموا الموضوع، تاخدوا اللي ليكوا وتسيبوا اللي مش ليكوا، علشان احنا ما نبقاش ناس متناقضين، تمام؟ واهلا بيكم في تعليقاتكم، وانقدوني زي ما انتوا عايزين، وانا هرد واقول لكم ايه هو مغزى كلامي اساسا في الاساس في اي اوديو انا بنزله. اتمنى منكم برضو في تعليقاتكم تقولوا لي بالنسبة للتاروت انتوا عايزين، عشان في ناس كتير جدا بتبقى بتخش بتسأل على اسئلة مش معقول هرد لكم اسئلتكم في قراءة التارو، هفتح لكل واحدة خالص. انا ممكن ابقى اعمل لكم لايف للتاروت، لو حابين اكتبوا لي في التعليقات. مرسي جدا واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. شكرا ليكم.